أهلا، أنا اسمي تميم وأنا أحب عيد عشان ناكل تمر وقهوة عشان عيد عشان يعطونا فلوس وعيد مبارك. Hi, my name is Shireen and we will be doing an Eid. We will be celebrating and we'll give gifts to each and other. We'll have a big party. كل عام وأنتم بخير وعيدكم سعيد. أدرس في ستان أبيض ونروح مع أمي مكان نروح بيت بيبيتي عند العيد. Hi, my name is Razan and I'm excited about Eid because I'll get to have family gathering and I'll have so much fun with my family. Hi, أنا اسمي حبة. أنا أعيش في بحرين يعطوني واجد حلويات. أنا متحمسة كثير لهذا العيد لأنه بنتجمع وتقريبا بيكون أفضل عيد لأن السنوات الماضية بسبب الكوفيد ما قدرنا وهذا السنة بيكون مختلف ومتحمسة كثير له. Hi, my name is Mesa and I'm excited because of Eid because I'll get to eat shua and arsiya and I'll get عيديه and I'm excited to see my family. My name is Ghaida. Happy Eid. Assalamu alaikum. أنا اسمي محمد المسكري grade 4 وأنا فرحان للعيد لأن باكل مع عائلتي وبحصل هدية من عائلتي وبحصل عيدية وأنا فرحان للعيد. My name is Sultan. عيد مبارك. السلام عليكم عيد مبارك. أنا سعيد أن بابا يعطيني فلوس في العيد. عيد مبارك. Hi, my name is Aisha. I'm really excited to get Eidiyya and I'm gonna have a new dress. السلام عليكم. اسمي ليش مواطي تعطيني فلوس في العيد تبارك.